مرحبا، رجعنا وياكم بفيديو جديد. وهي مو وصفة جديدة، انما كليج الكل يسويها وما نقدر نستغنى عنها لا بالاعياد ولا بالايام العادية. عذرا راح يكون شوية الفيديو مطول لان هواية بنادي يسألون على هواية اسئلة، فراح نقدر راح نقدم اللي نقدر عليه. واتمنى يعجبكم الفيديو وتشوفون نتائج حلوة بالوصفة. طبعا حضرت كل شيء حتى قدر المستطاع ما نطول الفيديو عليكم. راح نحتاج المواد اللي راح نسويها اليوم. طبعا عندي تيبل كريم، ما راح استعمل حليب، راح استعمل تيبل كريم. هو اقل من نسبة الحليب 18% في 4 فات، اما الحليب ب 12% فات. فخليت الحليب هنا حتى بس نميز بينهم. عندي زبدة مملحة من هذا النوع او النوع اللي انتم يعجبكم. طبعا انا اخذت مملحه حتى لا اخلي ملحه هواي بالعجينه مالتي، وطلعتها من البارحه بالليل حتى تذوب حراره الغرفه مثل ما تشوفون طريه كلش، لان احنا ما نريد نذوبها عنا حتى لا يتبخر المي اللي بيها وتتخشب الكليتش. عندنا هيل مطحون راح نستعمل العجينه، وايضا للحشوات شكر هيل، استعملت كويك رايس هيل، مي دافي طبعا جهزت حتى اسوي الخميره مالتي. ودائما اني اخلي تقريبا نص كوب حليب نيدو او ربع او كوب واحد حسب الكميه اللي انتم راح تسووها. اليوم راح نسوي تقريبا كيلو، الكيلو نص، الكيلوين، بس مجرد حتى نشوف البنات شلون راح تطلع الكميه الصغيره. هاي جبتها حتى نشوفكم القياسه. طبعا هاي الزبده بيها هسه هذا الحجم، ال 454 جرام، بيها كوبين ونص زبده، كوبين ونص، كوبين من كوبين القياس هذا. هذا كوب، يعني هاي الباكيت بيها 2.5 من هذا حتى لا تتخلطون. شفت هاي حتى تشوفون اذا اللي عندها باكيت كامل تستعمل. هسه نقول كم وحده راح نستعمل الكيلو الواحد، واللي تجي لها ستيكس الزبده ستيكس تجي بهالشكل هذا. لا تستعملون هذا النوع بالكليشة لان ينطي طعم. هذا فيجيتابل، بس فيجيتابل تجي مثل بقياسات تيبل سبون تيبل سبون تيبل سبون، يعني بهذا من هذا لهذا كله تجيب تيبل سبون. وهذا الستيك تقريبا يكون نص كوب، هذا نص كوب، يعني اللي راح تستعمل اكيد كوب واحد تستعمل 2 من هذني، يعني هذني هسه 2 تصير راح يصيرون 1 كوب، كوب واحد راح يصيرون كوب واحد. هاي بس جبتها حتى نشوف لكم القياسات. هسه راح نخلي الخميرة نتركها تختمر حتى نشرح شوية تفاصيل. راح اخلي تقريبا ملعقة واحدة، مو تيبل سبون، تي سبون، راح نخلي مثل هالشكل. نغلف حتى تختمر عندنا بين ما نجهز البقية. هاي راح نتركها على صفحة. هسه نجي للعجينة اللي تريدها مقرمشة، العجينة تكون الكليج تكون مقرمشة، تستعمل تعجنها بزبدة ومي بس، ما تخلي أي حليب بيها ولا زيت ولا لبن. اللي تريدها مقرمشة تخلي بس تعجنها بزبدة ومي، مي دافي. اللي تريدها طرية تستغني عن المي، بس تخلي كوب المي اللي راح تخلي الخميرة بيه، وتخلي تستعمل بدال المي تخلي حليب، هاي راح تطلع طرية. اللي تريدها ان بتوين، يعني لا هي مقرمشة ولا هي طرية، راح تستعمل مي وحليب تغبطهم سوا مثل ما راح اسوي هسه اني. النيدو هو حسب الرغبة، بس اني دائما اخلي نيدو لان جربوها ما راح تخسرون، الطعم يكون كلش كلش طيب. هسه راح نوخر كل شيء ونغبط الحليب مالتنا، لان اني راح اسويها ان بتوين بين ما تكون مقرمشة طرية. راح اخلي حاليا كوب تيبل ميلك تيبل كريم سوري، راح اخلي ايضا كوب مي. هسه هاي صار عندي كوبين، راح اخلي الطحين. الطحين اللي سالتني شنو استعمل، دائما استعمل روبن هود للعجن المعجنات، هذا هو رابن هود للخبز والمعجنات والكليشة. اما الفايف روز راح انزل الصور، استعملوه للحلويات. راح اخلي الطحين
وارجع لكم حتى لا نطول الفيديو كل شوي عليكم. انا نكمل وياكم. خليت الطحين، خليت كيلو واحد، الكيلو الواحد تطلع ب 8 كوب من هذا، 8 كوب من هذه راح يطلع كيلو طحين. راح اخليه ربع كوب حليب باودر، نسده هنخليه هيل، هنخليه رشة ملح مو هواي لأن تنسوا الزبدة مالتنا مملحة، هنخليه شوية رشة ملح. راح نخبط كل شي سوا. بعد ما خبطنا المواد الجافة هسه راح نضيف الزبدة مالتنا. هسه الكيلو واحد راح اخلي، طبعا هي حسب الرغبة مثل ما قلنا، تريديها مقرمشة تخلين باكيت ونص، يعني كوب 3 كوب ونص، واذا تحبيها طرية مثل ما اي طرية راح تخلين وحدة باكيت واحد يعني كوبين ونص، تعجنيها بحليب. انا راح اسويها ان بتوين، راح اخلي حليب ومي وزبدة، اهم شيء الزبدة لا تذوبيها على النار ولا على البخار، خليها تذوب حرارة الغرفة لان احنا ما نريد يطلع المي من الزبدة. قبل ما تعجن انا راح اعجنها بايدي، راح تسوين الزبدة بهالشكل هذا، تبدين تفركين العجين ويا الزبدة لحد ما تتأكدين انه الزبدة امتصت، العجين امتص الزبدة كلها. راح اسويها وارجع لكم حتى لا نطول الفيديو عليكم. شوفوا شكل العجينة شلون صار، تبقين بهالشكل هذا لحد ما تتأكدين انه الزبدة صارت بكل العجين، بعدين يلا نضيف السوائل. هسه انا الكيلو واحد خليت كوبين ونص زبدة، كل ما تزيدين كمية الطحين راح تخلين تضيفين اكثر. هسه راح نضيف الخميرة ويا المي، راح نضيف ايضا الحليب ويا المي. الكيلو واحد استعملت كيلو تيبل كريم وكيلو كوب تيبل كريم وكوب مي، وبعدين بعد ما اخلي هاي الكوبين الحليب والمي ما راح اخلي بعد حليب، راح ابدي اضيف المي. راح اخبط ونرجع نكمل العجن. تشوفون هاي بعدني دا اخبط الكوبين حليب ومي والكوب مال اللي الخميرة، جهزت مي، بس مي خليتها بنفس المعون اللي كنت مخليها الحليب والمي. راح ابدي اضيف شوي شوي هسه لان ما نريدها تصير كلش لينة، لا تخلينا هواي لان لي هسه احنا مخلين الكيلو واحد مخلين 3 كوب بين مي وحليب. مثل ما قلنا اللي تريدها مقرمشة هواي مثل الشكل لما تعجنها بمي وزبدة، بس اللي تريدها طرية تعجنها بحليب وزبدة، اللي تريدها ان بتوين يعني بين هاي وهاي تعجنها تخبط مي وحليب، وتخلي اذا تريد تخلي زيت مو مشكلة، بس تبقون على الزبدة احسن لان الكليشة تنعجن بالزبدة اطيب تكون. باقي لي شوية طحين من جوا، راح اخلي المي شوي شوي تدريجيا، لا تخلي المي هواي لان اذا صارت العجينة طرية عندك ما راح تماسك النقشة. هكمل العجن ارجع لكم. كملت العجن صار بهالشكل هذا، طبعا لا تسويها كلش طرية حتى مثل ما قلنا لا تفتح النقشة بايدك. هسه راح الملمها واغطيها، راح اخليها تختمر 40 دقيقة بس او نص ساعة، بين ما اجهز وجهز الحشوات وانظف المكان راح ابدي شغل عليها، خاصة اذا كنتي بوحدك حتى لا تخرب لا تختمر زيادة عن اللزوم. اعذروني تعبت من العجن. تشوفون عجنتنا مبينة منها ستخبل. هسه راح اغطيها حتى نبدي نسوي الحشوات
نرجع نشتغل على عجينتنا. مثل ما قلنا تخمريها بس لمدة 40 دقيقة تبدأين الشغل عليها، خاصة وإن كنتي بوحدك حتى لا تفرط النقشة بإيدك. نرجع لكم بالخطوات اللي بعدها. نسوي جوز، طبعا هاي الماكينة كلش كلش حلوة، وطلع الجوز مثل ما أنت تريدين، تشتروها من الأسواق الإيطالية أو من سوبر ستور يبيعوها. إذا ما عندك منعتها بنفس الشيء تقدرين تفرشين الجوز بالشكل هذا أو تخليه بزبلوك باك، تجين بالشوبك عليه تكسرينه راح يطلع مثل ما أنت تريدين. بس هاي اللي أنا عندي، هسه أشوفكم شلون يطلع الجوز بيها، كلش كلش حلو، لا هو كبير ولا هو صغير، حجم متوسط. بس نشوف شلون راح يطلع، يطلع بهالشكل هذا كلش حلو، بيرفكت للبقلاوة وللحشوات مال الكليجة. راح أكمل وأرجع لكم. ملت الجوز طلع بهالشكل هذا، شوفوا ما أحلى. طبعا تطلع هالطريقة مثل ما شوفت لكم بالشوبك، وندق على الجوز بالتشيز، وأيضا بهاي الماكينة. واللي تحب اللي بتورنتو ما تشوفني عادة تنطيني خبر وأني أجيب لها وتجي تاخذها من عندي. هسه راح نخلي هيل، راح نخلي شكر مع رشة مي، بس ما راح أخليها هسه من أبدي الشغل حتى من نخليها بال، ولا أخليها قدامكم حتى تشوفون، حتى من نبدي نحشي الحشوة ما تروح بكل مكان وتثبت العجينة مالتنا. هاي كملت الجوز، هسا راح أبتي بالتمر. أنا بالتمر راح أشوف لكم يا نوعية استعمل من هاي، كلش كلش ممتازة، لا تحترق ولا تنطي طعم. صح شوية غالية بس كلش تفيدكم، من أحسن النوعيات وبدرجة يعني صافت كلش، بحيث شوفوا طراوتها. استعملوا بالهاي، راح اخليها وارجع لكم اكمل. لينا التمر، عجينة التمر راح نضيف لها شوية زيت، هيل راح نبتين عدن، واللي تريد تضيف سمسم وياها بكيفها، هذا شيء راجع لها. انا راح اضيف سمسم بس راح اخبط الهيل، بعدين راح اضيف السمسم. اجيب السمسم حتى نخليه وياه السمسم، راح اعجن كل شيء سوا. واللي تريدها بلا سمسم تخليها تتركها هي بوحدها، بس ويا السمسم تطلع كلش كلش طيبه. وحتى من نخليها بالفرن هم نخلي شويه سمسم. كملت الحشوات، واذا بقت عجينه راح نخلي جوز الهند لنحلقه ما عندي. نرجع بالخطوه اللي بعدها. عجينتنا شوفوا شلون صارت كلش حلوه، راح نقسمها شنق متوسطه الحجم حتى نقدر نشتغل عليها. طبعا لا تقيدون بالقوالب، تروحون تشترون قوالب تقطيع، اكو هذا الراس مال الفرامه مال الفيجيتابل كلش يطلع الحجم به بيرفكت، او فنجان عادي او اللي عندكم بالبيت اللي متوفر، لا تتقيدون ابد. راح نسويهم شنق، ما تشوفون العجينه طلعت كلش كلش بيرفكت. طبعا ما راح تلزق لان احنا مخلين زبد بيها، راح اقسمهم وراح نرجع بالخطوه اللي بعدها. العجينه اللي قطعناها سويناها شنق متوسط الحجم، بما ترتاح حتى نفتحها تفتح بسهوله. راح نسوي خبطه الوجه، راح نخليه حليب ايوه، راح نخلي رشه هيل، جاهزة من نشتغل عليها. احتياجي راح تستعملون فرشة. نرجع بالخطوة اللي بعد، نبدي نشتغل على العجينة مالتنا. مثل ما تشوفون العجينة كلش كلش طلعت بيرفكت. نصيحة من عندي، لا تستغنون عن حليب النيدو بالمعجنات، لأن العجينة تطلع غير شيء حليب النيدو. فبعد قطعتكم هو اختياري بس أنصحكم به. افتحها
نرجع لكم بالخطوه اللي بعدها. فتحناها وراح نقسمهم هسه نسوي لهم دوائر صغار. حتى نبدي نحشي مثل ما تشوفون بهذا تطلع عندي كلش كلش الحجم كلش حلو، لا هو كبير ولا هو صغير. اكمل التقطيع وارجع احشي بيهم مثل ما تشوفون الاحجام تطلع كلش حلوه. حميت الفرن على اعلى شيء عندي 550. بعد ما نتركها بعد ما نحشي نتركها شوي ترتاح حتى تلزم النقشه بايدنا ونبدي ننقش نرقق الجوانب بهالشكل مع الضغط. كل ما تفرين اضغطي شوي من تكملين النقشه، لا تخليها بهالشكل، اقلبيها بهالشكل هذا، خلي النقشه جوا حتى تلزم لحد ما تخليهم كلهم بالصينيه وتجهزيهم. هاي خلصت، بس راح اكمل احشي البقيه ونرجع نشوف ان التمر شلون راح نسويه. طبعا اني النقشه مالتي تبدي من اليسار، فنفس الشيء اللي تنقش من اليمين هي نفس الشيء، بس هاي الخطوه كلش حلوه تسووها تخلوها على النقشه حتى شنو لا تنفتح لحد ما تكملون كل اللي فتحتوهم. نرجع بالخطوه اللي بعدها، بس راح نتهن الكريتشة مالتنا بالخلطة اللي سويناها من بيض وحليب ورشة هيل. طبعا الهيل نخليه حتى شنو لا تنطي طعم البيضة، تنطي طعم زناخة بالكريتشة، فالهيل يشيل كل شي من الخلطة. الفرن أنا مجهزته على 550 أعلى شي عندي. هسه راح ندخلها للفرن ونشوف النتيجة النهائية شو راح تطلع، بعدين راح نبدي بال تمر. ما تشوفون شلون طلع. نسوي التمر راح نحتاج ورقة زبدة أو نايلون كبيرة تقيدون ورقة الزبدة إذا ما عندكم. راح نخلي شوية زيت حتى لا يلزق، نمسحها كلها بالشكل هذا وناخذ كمية من عجينة التمر نخليها بالنص بالشكل. نجيب الطرف الثاني ونبدي بالشوربة نفتح عجينة التمر ونسويها على قد ورقة الزبدة أو النايلون اللي راح تستعمليه. هاي أسهل طريقة إنك تفتحين عجينة الزبدة عجينة التمر حتى تكون نفس المستوى ونفس الثقل وبسهولة تخليها بالعجينة وتفتحيها. راح افتحها وارجع لكم اشوف لكم شلون صارت حتى لا اطول الفيديو عليكم. فتحت العجينة مالتي وفتحت ايضا عجينة التمر بهالشكل هذا. هسه راح نوزع شوفوا السهولة اللي راح تشوفوها. امسح بالشكل هذا. راح نبدي نلف يعني ما راح اقطعها هالشكل، راح اسويها اظل اسويها هالشكل بيها لحد ما اخففها.
شلة وسم. راح اشتغل على هذا هسه. هسه راح امشي شوك بشكل خفيف. شوفون راح نبدي نقصهم بالاشكال اللي احنا نريدها، ان كانت هالشكل هذا او مثلثات. الاشكال اللي انتم تريدوها. هاي عندنا شكلين، هالشكل وهالشكل. راح نستمر لحد ما نخلص الرولة كلها وتطلع بهالشكل متساوية بكل الأماكن. راح أكملها ونرجع نكمل البقية. تشوفون الرولة الثانية شيء اكسترا. هاي راح أسويها دوائر، ما راح أمشي الشوبك عليها. شوفوا شلون راح تطلع. هاي أول واحدة دائما تطلع مثل الوردة، استغلوها. الأشكال اللي أنتوا تريدوها تشوفون. هم تخلط البيض، راح اخلي رشة سمسم ونضيفهم للفرن. هسه راح نسوي غير اشكال مال التمر. طبعا سويتهم طوبات بهالشكل هذا. راح نخلي التمر بالنص، نسدها، ناخذ الزايد بهالشكل. نضغط عليها نقسمها من النص. استمر بهالشكل هذا لحد ما نسوي كفايتنا من هالأشكال. نرجع نشوف الخطوة اللي بعدها. هاي خلصت كلاجتنا، طلعت بهالشكل هذا النتيجة النهائية. أتمنى تكون عجبتكم الوصفة، وأشوفكم إن شاء الله فيديوهات ثانية. كل الحب والاحترام، ونعتذر على الفيديو لانه طويل، بس بدنا نوصل المعلومات بشكل صحيح للبنات. اشوفكم بخير، مع السلامه.